قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، والأشاعرة من ضمن هذه الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون هم يعني مع الماتوريدية والكلابية تقريبا يعني من أقرب هذه الفرق إلى أهل السنة. يعني أهل السنة هم الفرقة الناجية، والأشاعرة والماتوريدية والكلابية أيضا من الفرق 72 المخالفة لأهل السنة، ولكنهم يعتبرون يعني أقرب هذه الفرق لأهل السنة، يعني أقرب من المعتزلة، أقرب من الجهمية، أقرب من الرافضة والخوارج وغيرهم، هم أقرب هؤلاء ولكنهم مخالفون لأهل السنة، ولكن بالتالي الصلاة خلفهم صحيحة طالما أنهم مسلمون. لكن الإنسان إذا وجد يعني مسجدين، مسجد فيه إمام أشعري ومسجد فيه إمام سني، ما يصلي خلف الأشعري، يصلي خلف السني. لكن إذا كان لا يوجد إلا هذا الإمام فيصلي خلفه، خاصة الجمعة والعيد يصلي خلفه، لأن الاجتماع، اجتماع المسلمين، اجتماع كلمة أهم من هذا. فالقصد أنه إذا وجد بديلا لا يصلي خلفه، وإذا لم يجد بديلا يصلي خلفه، فالصلاة صحيحة على كل حال، حتى لو وجد بديلا وصلى خلفه صلاة صحيحة. مو لازم تعرف، لا تبحث، يعني الأصل، الأصل في الإنسان أنه لا يبحث في عقائد الناس، يعني ليس، لا يجوز أصلا، مو ليس فقط لا يجب، لا يجوز أن الإنسان يبحث، يعني ما يصلي تعال هذا الإمام في عقيدته خلنا نصلي خلفه ولا ما نصلي، ما يجوز هذا الأمر. البحث في عقائد الناس، الأصل في الناس، الأصل في الناس على السلامة. لكن إذا اشتهر هذا الأمر أو جاك العلم أو هو الإمام نفسه أعلن بهذا، لكن قضية البحث في عقائد الناس هذا، هذا لا يجوز أصلا. هنا نفس الشيء، نفس الشيء لا فرق، يدعو إلى عقيدة أو لا يدعو إلى عقيدة. بالنسبة للأشاعرة، التأويل مخالفة من المخالفات التي خالفوا بها أهل السنة، ولكنهم يخالفون أهل السنة في جل مسائل العقيدة، يخالفونهم في علو الله، يخالفونهم في الاستواء، يخالفونهم في الصفات، يخالفونهم في التكفير، يخالفونهم في أول واجب على المكلف، يخالفونهم في الرسالة، يعني هل هي يعني الرسول هل هو من عند الله تبارك وتعالى، يعني اصطفاء من الله أو اجتهاد أحيانا تكون من العبد. كذلك يخالفون في القرآن الكريم، حيث إنهم يقولون أنه قرآن الكلام نفسي، طيب، ولا يثبتون القرآن الكريم أنه كلام الله تبارك وتعالى، يقول هو كلام الله لكن كلام نفسي، وبالتالي هو كلام الرسول أو كلام جبريل في النهاية. كذلك يخالفون في الإيمان، في أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، ما نطق به اللسان وصدقه الجنان وعملت به الجوارح، طيب، هم عندهم قول وتصديق فقط ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. في أشياء كثيرة، كذلك التحسين والتقبيح يخالفون في أهل السنة. لعل إن شاء الله تعالى إن كانت لنا حياة أن أكون في إحدى هذه الجلسات أن نذكر أهم المسائل التي يخالف فيها الأشاعرة أهل السنة.